هذا هو لوبجي لو ريجولتا تاع المشروع اللي درناه مع المنظمة العالمية للتغذية والزراعة اللي هو الممثل تاعها في الجزائر هو معايا. مشروع اللي تثمين بعض النباتات العطرية والطبية هنا في ولاية خلجنا، هي معنية بنبتة الإكليل الجبل. هذا المشروع لاحظنا من خلال التقديم أنه أعطى نتائج جيدة، وخصوصا هذا هو المطلوب منه أنه يوضح للفاعلين خصوصا المؤسسات الصغيرة إلى غيرنا الفاعلين الموجودين في الولايات أهمية المنتوج الغابوي خصوصا الغير خشبي منه. بالتالي أعتقد أن هذا كان مثال واضح، كل ما لاحظنا اليوم من محاضرات وحتى من الأجهزة اللي تم إعطاها في إطار هذا المشروع الممول من المنظمة الدولية هو مثال على أهمية استغلال هذا المنتوج.